ادينا تقرير عن لو في اي كنغات، في اي مشاكل عندك. ايه الاخبار عندك؟ اتفضل معاك يا فندم. معاك الفن بتاع الاسعاف اللي في المركز هنا. صباح الخير يا سيدي عمر. ايه اخر الاخبار النهارده؟ في اي مشاكل؟ في اي حوادث النهارده؟ في اي بلاغات تهم دلوقتي حاليا؟ دلوقتي الحالي؟ لا تمام يا فندم، عندي حالات مرضيه وعندي حالات طوارئ فقط يا فندم. وجاء للتسليم لمستشفى قمه العام ومستشفى حرس الدوله ان شاء الله. الوضع الصحي بالنسبه للمحافظه تمام يا فندم، مستقر بالنسبه لمحافظه الاقصر. بالنسبه للاوضاع النهارده المستقره الحدوديه، في اي مرات جنبيه من اغلب المحافظات؟ ادفو، نجاده، قوس مثلا؟ في اي حوادث جنبيه من المحافظات اللي جنبيه ولا حاجه؟ تمام يا فندم، حالات طارئه كده بالنسبه لمحافظه قنا من مركز قوس لمستشفى قناه الدولي ان شاء الله. حالتين سيارتين في الطريق لمستشفى قناه الدولي. تمام يا فندم. ورابط مع النجدة يا معالي الوزير. اه يا فندم. ورابط مع النجدة. الرعاية الصحية. دكتور عفوا في الكرنك. مستشفى الكرنك. وفي الرعاية الصحية. المحكمة المدنية. المرور لسه ما عملوش الداخلية كلها. الرعاية يا دكتور أسماء. معالي الوزير هنا متواجد، عايزين تحكي لنا على وضع البرنامج عندك. دكتور اسماء معاك جمال افندم. معانا دكتور اسماء. دكتور اسماء مع حضرتك. اخبار الشغل ايه النهارده؟ في معوقات في العمل والحالات ولا ايه يا دكتور؟ لا تمام يا فندم. تمام يا فندم، الحالات كلها مستقره ان شاء الله وبتتحول وكده؟ تمام، لسه واصل حاله تسعه كهربائيه في مستشفى خورس حالي. تمام يا فندم. بالنسبه للمتحف يا ريت تستمع اليه. حجاج صباح الخير على سيادتك يا فندم. عندنا الاستاذه تدينا تقرير عن المعبد عندك وعن حركه السياحه. الاستاذ بيهاج مع سيادتك يا فندم. خليها تتكلم، سامعين احنا. اتفضل يا فندم. صباح النور. صباح النور. ايه اخبار السياحه عندك يا فندم؟ تمام. بالنسبه تام كده ان شاء الله. احكي لنا بس انت، احكي لنا على طول ايه الاخبار عندك في المعبد؟ تقريب كان. تقريب كان. وحتى الان حضرتك ما يفرق من 2000 زائر. من 2000 زائر. الجنسيات ايه اخبارها؟ نعم. الجنسيات. جنسيات مختلفة طبعا. تمام. ايه يعني الجنسيات؟ اذكري لنا الجنسيات اللي عندك بس. مختلفة، في اسباني، في اجنبي، انجلش، في الماني، في فرنساوي، جنسيات مختلفة يا فندم. تمام يا فندم. هو احنا معانا غرف، يبقى تقول لنا عايزين تمام يا فندم.